بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. أما بعد، بحول الله الجليل، بحول الله الرحيم، بحول الله الغالب على أمر، سندرس بعض أسرار آيات وردت في سورة براءة. سورة براءة قلنا عنها صيلة بسورة الأنفال، وتعلمنا في هذا الأمر عدة مرات. الآن سنقتصر بعجالة على بعض آيات وردت في بعض آيات الآيات هذه بعد بداية البراءة. وعلمنا أن السورة دي لم تبدأ بالبسملة، وثم هناك أسباب لذلك. على كل حال احنا مش نقل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. صدق الله العظيم. الآداب الربانية كلها لقنا ربي أنبياء عليهم السلام، وفي آخر المطاف لقنا نبينا عليه الصلاة والسلام هذه المعاني الكبرى في التعامل مع الناس، وإن كفر وإن أشرك. وإن أحد من المشركين، أي واحد لا ننساه في تعاملنا معه على أساس أخلاقي رباني. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، أي واحد يأوي إلينا لأنه مهدد، سواء كان حقيقة أو وهما، صدقا أو كذبا، نحن علينا أن ندافع عنه، ندافع على حرماته، عن كرامته، عن أمنه، عن ذويه، عن أمواله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حين ينزل عندنا سيرى منا الخير، خاصة الوحي. وأعز ما عندنا لتبليغه للناس هو الوحي. أين نحن من هذا؟ خاصة المذاهب والتيارات الإسلامية اليوم كيف صنعت بهذا التبليغ؟ ما أنا كبرت من حجم ونصيب السياسة، ونسيتم اللب وهو التبليغ الأمين والتبليغ الكامل الذي لا يزيد ولا ينقص من الرسالة المحمدية على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى تسليم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أمر من الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن لابد أن نتبع هذا المنهج في التعامل مع ألد الخصام لنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يسمعه ويرى تطبيقه. حتى احنا اشكو من التيارات الاسلاميه قرب منهم الناس بصفه او باخرى، بود او بمكر. كيف تاثر الناس القادمين على من يدعون الاسلام؟ اين العقائد؟ بقيت عقائد المشركين شركا وظلمات، وبقيت خيانات، لان الذين يتعاملون باسم الاسلام لا يتقنون تطبيق الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، نهارة اللي يحب يخرج لأنه تجسس علينا أو قضى أمرا كان يخفيه، لكن أحنا لا نشق على صدور الناس. وهذا ما رآه الناس المجرمون في تونس ولا في مصر، ما راوش من الإيذاء. كان الجوار حسن وكان التأمين فعلي لا وهمي. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي
اطمأنوا حتى تآمروا، اطمأنوا حتى استأسدوا، وليس لا فيهم إلا الهجين اللئيم المهين. ومع ذلك سكتنا كأن لم نرى ولم نسمع حتى يسمع كلام الله. هل سترته؟ هذه من خصال النبي عليه الصلاة والسلام، هل سترته؟ فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نافوا خصومنا عبر التاريخ لا علم لهم لا بالأخلاق ولا بالقيم ولا بالأديان السماوية ولا بما يختص به ربنا من أسماء حسنى وذات عالية وصفات بهية. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي غير مؤهلين باش نكونوا عن عهد معهم، لأنهم ليسوا من الناس اللي يفكروا في سواهم ويعطون حقهم، ليس هذا ديدن المشركين، بل المشركون هم المغرورون، هم الغارقون في الشوفينيسم، أي لا ينتسبون إلا لجنسهم ولا يعترفون إلا بحقوقهم الوهمية. كيف يكون المشركين هذا ما يقع اليوم في مصر وتونس؟ كيف يكون المشركين عهد عند الله وإن سميتم أنفسكم مسلمين فأنتم مشركون، تعبدون الشرق والغرب وتعبدون فروج عاهرتكم؟ كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ أي العهد مغلط، العهد هنا ستنبق سولانيل. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا المسجد الحرام سلم موسكي ساكري، فما استقاموا هذا تقديس إن عندنا، وما هو غير ذلك عندكم يا كلاب تونس وكلاب مصر، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. نحن لا نغيب الله مهما كانت أحوالنا وما كانت التهديدات التي تهدد كياناتنا وتهدد أمننا وتهدد عزنا ومكاسبنا، نكون دائما المتقين، لا نغيب الله بأي شكل من الأشكال، لا نخلق الأعذار الواهمة، بل نلتزم بما ربنا عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام. استقاموا لكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. هذه هي أخلاقنا، كيف أن يظهروا؟ لذلك نحن آمنون من شركم، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولذلك لا تسوون عندنا شيئا، لأنكم أتعس من الأنعام وأتعس من الحيوانات الفاتكة، أنتم فتككم أخطر على خلق الله. كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني كل مرة تجدون فرصة لاغتيالنا وقطع دابيرنا إلا وخطتم تلك الفرصة وبدون تردي، وهذا ما يقع الآن في مصر. كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا تعترفون لا بقرابات دموية أو جنسية أو تاريخية ولا ذمة، أي لا عهد لكم، لا تؤمنوا بالمقدسات التي ارتضاها ربنا لخلقه لكي يستتم بأمن، والناس يكونوا يأكلون ويشربون في بيوتهم وغير بيوتهم وهم آمنون على حياتهم وعلى كل مكاسبهم وعلى أهليهم. يرضونكم يا فوهم، وهذا صنيعكم يا منافقي تونس ومصر، يرضونكم يا فوهم وتعب قلوب وكثرهم فاسقون، أي إرضاؤكم لنا قوليا خطابيا لا إرضاء شرعيا لا إرضاء عمليا. يرضونكم يا فوهم وتعب قلوب وكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أنتم أخذتم مقدسات وأهنتموها وجعلتموها من البروفانيات، يعني من الحاجات التي لا قيمة لها عندكم. أيضا اشتروا بآيات الله ثمن قنتم العهد، وزوي رومبو لاليونس كي بوليا ديو، اشتروا بآيات الله ثمن، اخترت هذا لأنه فساق تونس
ربما يفقهون الفرنسية ولكن لا لا تفوت تصوراتهم، أما أن تتغير قناعاتهم فلا. لذلك قلنا مصيركم مصير الفراعنة والفراعنات، ومصيركم مصير الظالمين عبر التاريخ. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله. شنو اللي خدمتوه؟ خدمت دائما تنفروا الناس وتقولوا النهضة بها، وتقولوا كذا المسلمين مجرمين ومسلمين وهم كذا إرهابيين. من أين لكم هذا؟ تهم باطلة وتشهدون بالزور، والزور يحلق دينكم إن بقيت لكم ذرة من دين. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولكنت تنهضوا من النهضة مش كلهم كما تظنون. هناك أهل القرآن وأهل الرحمن، هناك أهل محمد من ذكور وإناث، وهم بالمرصاد لجرائمكم. وحين يريد الله أن يكشف سركم ومكركم ستجرون إلى التحقيق، ثم تحاسبون على كل ما قدمتموه من إفساد الأرض وإفساد الذمم. والله إن وعد الله حق، والوعد الحق لا يقدر عليه مخلوق أن يبتله ولو نانو ثانية. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا ذمة أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والسلام على من اتبع الهدى.